نعود إليكم من جديد مشاهدي منصة هنا لبنان، ودائما تتابعوننا من هنا من تغطية تحرك العسكريين المتقاعدين الذين يعني منذ الصباح الباكر كانوا يكفلون جميع المداخل والمسالك المؤدية إلى السراي الحكومي لمنع انعقاد الجلسة، ولكن علمنا أنه منذ قليل بدأت الجلسة بنصاب 16 وزيرا تمكنوا من دخول السراي الحكومي، وهنا ارتفعت صرخة العسكريين المتقاعدين الذين يطالبون بتلبية مطالبهم المعيشية وعدم المماطلة والتسويف بتلبية مطالبهم. يعطيك العافية. اليوم عم نشوف انعقدت الجلسة رجعت، خبرنا كيف اليوم تمكنوا الوزراء من الدخول؟ نحن جايين من عقار، عم نوقفوا لنا الشؤون أول شيء. عندنا مدارس، عندنا برد، عندنا حطب، عندنا ثلج، عندنا معلمين للأولاد، عنا ما تأخذني بواسة أوتوكارات، عنا اشتراكات، عنا كهرباء، ما عم يجيبون الكهرباء منوب. هلأ بدين يوقفونا الشؤون، توقف الشؤون يعني بيخربوا الدنيا كلها بقلب بعضها، يعني بيخلطوا الدنيا عن بعضها، بموت العالم الجوع، لا أكل ولا يشرب ولا بيتعرفوا فينا ولا بيقربوا علينا ولا بنقرب عليهم. شؤون جيتنا للأكثر فكرا، شو بدهم فيها لحتى يقربوا علينا؟ ما بيناسبونا ولا 1% حدا يقرب على الشؤون، بس بعده عنا وشو بدهم فينا. تمام، شكرا لك. يعني مشاهدينا رح نتابع اليوم، بدنا نعرف لو سمحت، بدنا نعرف بس لحظه، هلا انا بجي لعندكم لو سمحتوا بالمصفحات معنا. يعني اليوم مشاهدينا مثل ما عم نشوف الوزراء تمكنوا من الدخول الى السراي الحكومي رغم اقفال جميع المداخل والمسالك المؤديه الى السراي. طبعا 16 وزيرا النصاب اكتمل اليوم. رح نكفي، رح نتابع بعدسه الزميل رواد تليجي لناخذ طبعا صرخه العسكريين المتقاعدين. يعطيكم العافيه. بدنا نعرف اليوم كيف تمكنوا الوزراء من الدخول رغم يعني كنتوا عم تقولوا رح تمنع حصول هيدا الجريمة. حرامية وما فيها، عرفت ليش كيف عندهم خبرة بال عندهم خبرة بالسرقة وبالنهاية هيك بيفوتوا الحرامي هيك بيفوت. في مداخل، في مداخل سرية للسراي الحكومي تبعوها وفاتوا سرقة منها. يلا العميد وراه. نحن بنتمنى انه يفاوضوا المتقاعدين ويعطوا العالم حقوقها ويا دار ما دخلك شر. تمام تمام، شكرا لك. يعني رح نتابع مشاهدينا. طبعا وصل العميد المتقاعد جورج روكوز الى احد مداخل السراي الحكومي. هيا هي ماذا ما خبرت ملح تضغى. مثل ما عم نشوف تجمع للعسكريين المتقاعدين. شباب بس مرونا لو سمحتوا. لحظة أنا فين بكل نعومة. أنا عم نحاول نوصل. طبعا في حالة هرج ومرج على أحد مداخل السراي الحكومي، هذا المبنى يلي تمكن منه بعض الوزراء من الدخول بمباغتة للعسكريين المتقاعدين. خلاص هذا الحراك ما بينفع، روحوا شباب ماشي يلا. طبعا في خيبة أمل عم بيعيشها اليوم العسكريين المتقاعدين بعد انعقاد الجلسة. حالة غضب. خلص يا خي، خلص مشي حالك يا استاذ، مشي الحال، شو بعدك خلص. يا خي مع لا استاذ
طبعا هيدي الاجواء عم نتابعها مشاهدينا بعد خيبه الامل يلي عم بيعيشها العسكريين المتقاعدين. قوم على العميد يا شباب، بدي عزك بس لو سمحت. خلاص بس لنا ما يصيرش المشكل. سيبنا حبيبي، لا عمي بطلوا بطلوا حرام يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي عميد سؤال، يوم كيف تمكنوا الوزراء من الدخول رغم اقبال كل المداخل؟ فاتوا ملالات الجيش. فاتوا بملالات الجيش اليوم؟ مثل ما سمعنا العميد جورج روكوز مشاهدينا، تمكن الوزراء من اكمال النصاب عبر الدخول بملالات الجيش. طبعا خيبة أمل عم بعيشها اليوم العسكريين. عميد لو ما تكون تفوتوا حاليا شو بدكم تعملوا؟ شو اللي ناويين تعملوا؟ هلا بنشوف. بدكم تفوتوا على السراي يعني؟ هلا بنشوف. يلا هاتوا. طبعا هناك نية العسكريين المتقاعدين. تفوت لجوا من الدخول الى المبنى يلي ممكن يؤدي الى السراي الحكومي. هيا تعال تعال بنروح لهنيك. شو انت يلا تفضل مع النار الصحفي. لا 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 في حدا جوا، انا بس عم نقول انتم عم نقول تحرروا. بدي اعرف برا مشي. تفضل الحال عم يدركوا يا شباب، الحال عم يدركوا. طبعا رح نواكب التصعيد المرتقب للعسكريين المتقاعدين. خلاص هلا هات تحشي على عدسة الزميل رواد تليجي. خليني اشوف الصيصان اللي جوا. طبعا مثل ما عرفنا الوزراء تمكنوا من اكمال النصاب عبر الدخول بملالات المؤسسة العسكرية الى داخل السراي الحكومي. العميد جورج روكوز عم يتقدم العسكريين المتقاعدين، العميد شامل روكوز عفوا عم يتقدم العسكريين المتقاعدين. يا اخي لحوا العميد روكوز هون يلا طالعين هيك افتحوا لنا طريق. انت هلا وين؟ خلص تشوف استمعوا. طبعا محل ما هو جورج نيجا خليه نبصوا هذا الطرق. طيب اوكي هلا بده يصير ضغط لجوا. يلا روح يلا فوت يلا فوت لجوا. يلا الوزراء لجوا فاتوا يعني كيف؟ يا اخوي لا المفروض يفتشون يا زلمة. نحن فوق السيارة العسكرية فتشناها ما في مشكلة. هذا كل الكورساتين الطبيعية. أنا برياض السلام فاتوا من هون نحن عم نواكب مشاهدينا عبر هنا لبنان لنعرف شو الخطوة المرتقبة للعسكريين المتقاعدين بعد خيبة الأمل يلي عم بيعيشوها جراء تمكن الوزراء من الدخول للسراي الحكومي وإكمال النصاب ونجاح المجلس بالانعقاد رغم كل محاولات العسكريين بإقفال المداخل والمسالك المؤدي الى السراي. هونيك في بوابه وحده، هون في كذا شريط. هونيك في بوابه وحده بس تفتحها فتنا. هيدا اقرب مدخل بس هيدا اقرب مدخل. في بوابه وحده فوق. في بوابه واحد بس تفوت فتت تصد بالمجلس الوزراء جوا.
لا لا معنا اللي فوق طبعا الخطوة المرتقبة هي اقتحام السراي الحكومي. هيدي المداولات اللي عم تجرى بين العميد شامل روكز وبعض العسكريين، عم يتم وضع خطة للدخول إلى السراي الحكومي. خلي على العائلات اللي فاتح مباشرة، العائلات العسكر بالمرات تنزل على الطروان. على هذا على هذا هلا بعد والله يطلعوا العائلات تنزل على الطروان نسوان وولاد. يلا يا شباب على البوابة، على البوابة لفوق محل ما كنا من هونك طعش من هونك أهون على البوابة حديد بنطلع. إذا مثل ما عم نسمع نطلع ومن فوق الخطوة اللي رح نشهدها بعد قليل هناك اقتحام السراي الحكومة من قبل العسكريين المتقاعدين. رح نكفي مع الزميل رواد ليجي لننقل آخر التطورات من ساحة رياض الصلح. طبعا الجلسة انعقدت بنصاب 16 وزير، وهيدا بيان أعلنه المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، حيث قال أنه جلسة مجلس الوزراء بدأت برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب مئاتي وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعاد الشامي ووزراء التربية عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الدولي لشؤون التنمية الإدارية نجدة رياشي، والصناعة جورج وشكيان، المال يوسف خليل، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الاتصالات جوني الكرم، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، البيئة ناصر ياسين، الثقافة محمد وسام مرتضى، الصحة فراس أبيض، العمل مصطفى بيرم، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، الزراعة عباس الحاج حسن، ووزير المهجرين عصام شرف الدين. 16 وزير طبعا أكملوا نصاب هيدي الجلسة اللي انعقدت رغم كل محاولات العسكريين المتقاعدين إقفال المداخل والمسالك المؤدية إلى السراي الحكومة، بعد ما كانوا عم يسعوا لإفشال انعقاد الجلسة، ولكن آمالهم خابت بسبب تمكن الوزراء من الدخول بملالات الجيش، ملالات المؤسسة العسكرية بطريقة مباغتة للعسكريين لتحرك العسكريين. عم يتحضر مثل ما عم نشوف هلأ العسكريين المتقاعدين. عم يتحضروا لاقتحام السراي الحكومي. طبعا هناك حزام أمني لا قوى مكافحة الشغب، تم إشعال الإطارات أمام أحد مداخل السراي الحكومي. رح نشوف بهيدي الأثناء شو اللي بدكم تعملوه. هلا ما في شيء حاليا ما في شيء. عم بتقولوا بدكم تفوتوا على السراي؟ ممنوع يعملوا اي جلسه او اي شيء بدون اذن مننا. نحن الدوله اليوم نحن جوعانين يا شباب. مشاهدينا مثل ما عم نشوف نزلوا من هناك، نزلوا من هناك. عم يلا الحقوني هون بكفي. هيدي الاجواء طبعا هناك مساعي لا الدخول الى السراي الحكومي. عم بفتشوا العسكريين على المدخل الأسهل اللي ممكن يتمكنوا من خلاله أنه يفوتوا على السراي. يلا 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 يلا
بعدك هون يلا. عم بيحاول العسكريين بشتى الطرق الدخول الى السراي، رح نشوف ما اذا كانوا رح يتمكنوا من الولوج الى مجلس الوزراء. طبعا على كل المداخل تعزيزات امنيه مشدده، وعم بتم استقدام المزيد من قوات مكافحه الشغب. طبعا عم نشوف تدافع بين العسكريين، تدافع بين العسكريين المتقاعدين والعسكريين بالخدمة الفعلية. هيدي الأجواء يلي عم نشهدها، وعم يتم استقطاب المزيد من العسكريين للتمكن من الدخول عبر دفع عناصر مكافحة الشغب المولجين حماية السراي الحكومي. كل هيدي الأمور عم نشهدها عبر منصة هنا لبنان عدد كبير من العسكريين عم بيحاولوا الدخول. طبعا حالة غضب بالأرجاء عم نشهدها لعدسة الزميل رواد تليجي. رح نشوف هل رح يتمكن العسكريين المتقاعدين من اقتحام مجلس الوزراء. طبعا تم نزع الحواجز الحديدية، تم نزع الحواجز الحديدية من أجل دخول العسكريين. رواد ارجع شوي، جاء جاء جاء. طبعا بعض العناصر عم نشهد رغم التدافع عم نشهد حوار بين بعض العناصر المولجين مكافحة الشغب وبعض العسكريين المتقاعدين. عم بيقولوا انه هني عم يتفادوا مواجهة العسكريين المتقاعدين لانه المعاناة وحدة. نحن كلنا شرف وتضحية ووفاء، شرف وتضحية ووفاء. انتوا عم تخونونا، انتوا عسكر عم تخونونا، انتوا خونا ممنوع. كل هرب 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 ولا جوا من قصة وصير. كل وزير عمل حلو، وزير كلب هاو فرنجين هرب لجوا مثل الكلب. 36 سجل بس هاي البطل يعني. شباب هربوا، هربوا حتى ناكل. مثل ما فيت انت لازم تطلع التعاهد.
شو بيكفيك؟ اربوا يا شباب، شباب اربوا. طبعا مثل ما عم نسمع عم يتم استقطاب اكبر عدد من العسكريين المتقاعدين لاقتحام السراي الحكومي. طبعا البعض نجح بالدخول من الحاجز الاول احراق عدد من الاطارات على احد المداخل ايضا التصعيدية بعد نجاح المجلس بالانعقاد. ما بيقتل يا اخي، ليك تفشلهم مثل ما تفشلهم. بدك تضل احنا شو بدك تعمل؟ تقف هون حد البوسطة 20 متر 20 متر. الشباب سكروا كل المنطقة. حالة غضب عم بيعيشها العسكريين بسبب دخول بعض الوزراء بالملالات مع آليات الجيش اللبناني. هذا بدك تبدل على عبد الفتاح له قبل إله. هو بكره بده يوقف هيدي الوقفه. هيك مجاور تحت قالوا لنا روح الله يوفقكم. هو بكره بده يوقف هيدي الوقفه، مش مطول ليوقف هيدي الوقفه. الصاحب عليك روح استحوا واشلحوا هالبدله. اللي بيستحى على حيله بيشلحها هيدي البدله. على مين عم تدافع عن نجيب مقاتل؟ على مين عم تدافع؟ على مقاتل عم ما كنت تنفذ اوامر. لا ما مش مضبوط اللعبه. ما بتلوموا له. ما بتلوموا له. هل اوصلوكم اليوم لاشتباك مع القوى الامنيه؟ ايه لانه القوى الامنيه ما لا اشتبكنا ما لا اشتبكنا ما لا اشتبكنا اوصلونا لاشتباك مع القوى الامنيه. ما اشتبكنا مع القوى الامنيه. القوى الامنيه احنا عم نقول نسال. هيدا التدافع. التدافع باي اطار؟ هيدا التدافع اليوم بيناتكم؟ مش تدافع، هيدا عسكري مامور بالنهايه. هيدا عسكري مامور. مامور خدمت 32 سنه لبست هيدي البدله. مين طلع بوجهك حالي؟ ابن اختي. طبعا طبعا وصلونا. طب هل لو انتم بدكم تفوتوا لجوا معهم يا خي؟ معهم حق. وبعرف انا عسكري ابن 32 سنه بهالمؤسسه عم ينفذوا اوامر عصابه. هودي عصابه حراميه. انت لو كنت محلهم كنت حتنفذ هيدي الاوامر؟ بنفذ هيدي الاوامر. معهم حق، بدي اعطيهم حقهم. يعني اليوم بدكم تاكدوا انه بس هودي مافيات. لا اشتباك مع الجيش لا ابدا. هو رفقاتنا واخواتنا واولادنا. هيدا شو بتسميه؟ هيدا شو بتسميه؟ البعض عم يتمكن من الدخول. ليش بدكم اولادنا؟ هودي اولادنا. هيدا شو ما فينا نتركهم، ما فينا يواجهونا غير هيك. طب انت شو وجهه نظرك؟ هو وجهه نظري انه هيدي عصابه حراميه. لو انه بالساحة على حاله الوزير ما بفوت من تحت الدرج ليعقد جلسه ويقرر. نجح الوزير بالدخول، ما ذنب اليوم هذه القوى؟ هي مهم. انت عسكري وبتعرف هيدي اوامرهم. طيب نحن هون نجيب حقنا عن وعن القوى الامنيه اللي منتشره هون. ولكن هم اوضاعهم مثل اوضاعكم. حطوا الجيش بوجهنا. اوضاعهم مثل اوضاعكم. مثل هم عارفين انه نحن ما حنأذي العسكر والعسكر ما حيأذينا. يعني ما حنفوت ببعض. اذا يعني مشاهدينا عم نسمع بعد من صرخه العسكريين المتقاعدين اللي عم بيحاولوا يقتحموا باي طريقه. طبعا محتجين على عدم تلبيه مطالبهم المعيشيه بجلسه حكوميه بتخلى من اي بند لتصحيح الرواتب والاجور. عم نشوف تعزيزات امنيه لمنع العسكريين المتقاعدين من الدخول الى مجلس الوزراء. شدنا حالة تدافع بين العسكريين المتقاعدين والعسكريين في الخدمة الفعلية المولجين حماية السراي الحكومي من أي تطور ممكن يحصل. في شباب جوا، خلينا نفوت. هل يصح اليوم أنت تحمل يعني لابس الجلاية مكتوب عليها المحاربون القدامى؟ هل يصح اليوم قول أن حملت؟ رح نقرب شوي نشوف بعدسة رواد تليجي لوين ممكن تقول الأمور بعد قضيل مع إصرار العسكريين المتقاعدين على الدخول للسراي الحكومي. إذا ما عملنا شيء هني رافضين أنه يمر هيدا التحرك مرور الكرام. وهني كانوا عم يعقدوا كتير من الأمل من هيدا التحرك لمنع حصول أو انعقاد جلسة مجلس الوزراء، لكن الأمر لم ينجح معهم رغم إقفال جميع المداخل والمسالك المؤدية إلى السراي الحكومي. طبعا تم رمي قنابل مسيلة للدموع
رح نجرب نبتعد شوي. تم رمي القنابل المسيلة للدموع لأبعاد العسكريين المتقاعدين. رواد رواد رجع لورا شوي. يا شباب طبعا من هون شباب هؤلاء لنا من هون. عم نتابع من ساحة رياض الصلح تحرك العسكريين المتقاعدين. طبعا القنابل المسيلة للدموع عم تبعد العسكريين إلى الخلف. توزع المتظاهرين العسكريين المتقاعدين على مختلف المداخل لمحاولة الاقتحام بالقوة إلى داخل السراي الحكومي بالتزامن مع انعقاد مجلس الوزراء. رح نرجع نقرب بعد ما خفت وطأة القنابل المسيلة للدموع. رح نروح لجهة تانية لنشوف شو اللي عم بيصير. عم بيحاولوا يقصوا الشريط الشائك. طبعا عم نشوف عدد من العسكريين تمكنوا من الصعود على جدران السراي الحكومي واقتربوا من مكان انعقاد الجلسة. طبعا رح نحاول نقرب قدر المستطاع. عم نشوف مشاهدينا عم بيحاول بعض العسكريين المتقاعدين نزع الأسلاك الشائكة المقفلة أمامهم وهو أحد المداخل الرئيسية للسراي الحكومي. طبعا تم وضع حاجز حديدة للصعود من خلاله إلى داخل السراي. طبعا تم وضع هذا الحاجز بمثابة سلم ليتمكن أكبر عدد من العسكريين من الدخول. رح نشوف ونترقب سويا مشاهدينا هل رح يفلح العسكريين من اقتحام السراي الحكومي. تعزيزات أمنية مشددة عم بيقوم العناصر من مكافحة الشغب برمي القنابل المسيلة للدموع. كل هيدي الأمور مشاهدينا هو بسبب يا شباب نجاح مجلس الوزراء من الانعقاد رغم كل محاولات. خليه يلغي الجلسة، العسكريين خليه يلغي الجلسة فورا،
حيصير دم بالبلد. القيادات الأمنية اللي عم تعمل معنا هيك، ما نحن أولادهم، ما بقى نرحم من يوم رايح، من يوم رايح ما بقى في رحمة علينا وعلى أعدائنا يا رب. الرئيس مئاتي مش لح تزبط منها يا رئيس مئاتي، هاي علينا وعلى أعدائنا يا رب. ردوه حربا نازلين لعندك، نازلين لعندك. تمكن الجيش اللي موجود بالرئاسة، هكذا عم بك تتراس. تمكن إذن العسكريين من نزع الحاجز الحديدي مع الأسلاك الشيكة. إذن يعني عم نشوف مشاهدينا عم بتم رمي الأسلاك الشائكة. عن طيري خير هلا